أهلا بكم. تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام من جانب قوات الاحتلال والمستوطنين، وقد ازداد تدهور الأوضاع منذ اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 11 شهرا. ومنذ 7 من أكتوبر الماضي نفذ المستوطنون 273 عملية حرق استهدفت ممتلكات ومنازل تعود للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في نفس الفترة ما لا يقل عن 1143 هجوما للمستوطنين ضد الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر الماضي. وقد أكدت المنظمة الأممية أنها تسجل يوميا نحو 8 حوادث عنف ضد الفلسطينيين، من بينها الترهيب والسرقة والاعتداء. تطرف المستوطنين الذي يلقى حماية من قوات الاحتلال أدى إلى استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 785 آخرين، فيما بلغت حصيلة الشهداء نتيجة للهجمات من قبل جيش الاحتلال في الضفة إلى أكثر من 660 شخصا، فضلا عن 5600 جريح، فيما تم اعتقال نحو 10,000 فلسطيني من جانب قوات الاحتلال، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد عملت على تشجيع عنف المستوطنين بعدما أعلن وزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير تسليح 100,000 مستوطن منذ 7 من أكتوبر، من بين نحو 300,000 تقدموا بالحصول على رخص حمل سلاح في الضفة الغربية وحدها. بن غفير تفاخر بهذا التسليح ووصفه بأنه يعد تحقيقا لهدف بارز في الأمن القومي لتل أبيب، بل وأحد أهم أهداف تل أبيب منذ توليه لمنصبه في حكومة بنيامين نتنياهو. كما أيضا تسرع الحكومة على الجانب الآخر من جهود بناء المستوطنات، فبعد عودة نتنياهو إلى منصبه في ديسمبر من عام 2022 وعد بتعزيز وتطوير الاستيطان في الضفة الغربية، وخلال 19 شهرا وافق مجلس التخطيط الإسرائيلي على ما يقرب من 12,000 وحدة سكنية في المستوطنات، مقارنة بأكثر من 8,000 وحدة من العامين السابقين، لزيادة المستوطنين في الضفة الغربية والذين تقدر أعدادهم حاليا بأكثر من 500,000 مستوطن. ومع تصاعد وتيرة العنف والجرائم التي يقوم بها الاستيطان غير القانوني من منظور القانون الدولي، لم تجد الولايات المتحدة ودول أوروبية سوى اللجوء إلى فرض عقوبات في أبريل الماضي على بعض المستوطنين الذين وصفتهم بالمتطرفين بسبب انتهاكاتهم المتواصلة وغير المقبولة. كما أعلن الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو فرض عقوبات على 5 إسرائيليين، من بينهم مستوطنون متطرفون وثلاث منظمات، بسبب انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة أيضا، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وقد نصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهؤلاء، بالتزامن مع هجمات للمستوطنين بالرصاص ضد الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة الغربية ومدن أخرى. أيضا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية المحتلة، تعد هي الأكبر منذ الانتفاضة الثانية في عام 2002، إذ شملت مدن ومخيمات جنين، طول كرم، نور شمس، والفارعة وتوباس. ورغم التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، يخشى الاحتلال من ارتدادات ونتائج عكسية لسياساته التي أثبتت فشلها في غزة، وتعيد أيضا إنتاج نفسها في الضفة الغربية. فقد حضر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شاباك رونين بار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذرهم من انهيار أمن الاحتلال جراء تصاعد هجمات المستوطنين، مما سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وزيادة إراقة الدماء بين الطرفين، وبالتالي
انهيار الأمن القومي في إسرائيل، الأمر الذي اعتبره زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تحذيرا أخيرا من الكارثة المقبلة. وهكذا بينما تنصب أنظار المجتمع الدولي نحو الحرب المستمرة في قطاع غزة والتصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية، تتفاقم أيضا أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة جراء الهجمات المتوالية للمستوطنين المسلحين وجراء تكثيف الجيش الإسرائيلي من حملاته العسكرية في المدن وفي المخيمات الفلسطينية. والآن لم يعد أمام المجتمع الدولي مشاهدين سوى العمل الجاد من أجل وقف مسلسل حرب الإبادة الذي تنفذه قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري الذي تسعى من خلاله إسرائيل إلى التوسع الاستيطاني وتكشف وجهها القبيح، وأيضا تكشف عن تصاعد جرائم المستوطنين والتصعيد العسكري في الضفة. إذن مشاهدينا، يتركز نقاشنا في حلقة اليوم من برنامج الشرق الأوسط حول هذا الموضوع، فكونوا معي بعد الفاصل. مئتين من الموظفين تأثروا، إلى جانب 9 من دور الضيافة للأمم المتحدة و4 من مستودعات الأمم المتحدة و6 من دور الضيافة للمنظمات غير الحكومية. أكثر من 88% من الأراضي في غزة عرفت أمر بالإخلاء في مرحلة من المراحل. إن المجتمعات المحلية تعيش في حالة جمود ولا يعرفون متى سيأتي أمر الإخلاء المقبل، والمدنيون اضطروا إلى التوجه إلى منطقة صغيرة باتت الآن تمثل 11% من غزة. من الصعب أن نتحدث بشكل مفصل عن المعاناة الكبيرة التي تواجه الناس الذين اضطروا إلى البحث عن الملجأ والمواد الأساسية الأخرى. فأي مساحة متوفرة تستخدم كملجأ؟ المخيمات المؤقتة تم بناؤها على الشاطئ حتى وصولا إلى المياه، ويبدو كأن أوامر الإخلاء هذه تتحدى متطلبات القانون الإنساني الدولي. وبالتالي يسرنا أن نسمع في هذا الصباح أن هنالك دعوات من الأمم المتحدة، أن بعد الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة ودول الأعضاء، قام الجيش الإسرائيلي بسحب أوامر إخلاء من 3 مجمعات في أحياء جنوبية في دير البلح. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سحب أوامر إخلاء منذ بداية هذا النزاع، ويتحقق الآن الفريق من ما إذا كنا قادرون على العودة إلى الأماكن التي اضطررنا إلى مغادرتها في 25 من أغسطس. السيد الرئيس، يشعر المدنيون بالجوع، بالعطش، يعانون من المرض، تشردوا من منازلهم. إن ما يعانون منه يتجاوز القدرة على التحمل لأي شخص. الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم بقيادة المنسق الإنساني السيد محمد هادي. نحن على الأرض نخطط بقدر الإمكان في إطار هذه الظروف الصعبة. على الرغم من المخازن غير الكافية، إن الشركاء ما زالوا يوفرون خدمات الحماية والمساعدة. هذا يتضمن الغذاء والمشاورات في مجال الرعاية الصحية عند الإمكان، يتضمن ذلك المواد لإنشاء الملاجئ، وفي إطار الدمار يوفرون مساحة لكي يتعلم الأطفال. وكما سنسمع من زميلي نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور رايان، يعمل العاملون في المجال الإنساني بشكل دؤوب لإيقاف انتشار شلل الأطفال، وهو مرض اعتقد العالم في السابق أنه سيطر عليه. يسرت إسرائيل دخول كافة لقاحات شلل الأطفال التي طلبناها إلى جانب الأجهزة الضرورية لتنفيذ حملة التطعيم. الأهم الآن هو ضمان الأمن والوصول الضروريين لتنفيذ هذه الحملة بشكل فعال. لا حاجة لكي أقول لكم
الكارثة التي سنواجهها أو كم الكارثة التي سنواجهها إن لم نحتوي هذا المرض. هذا المرض لا يعرف أي حدود، يجب توفير الوصول ذاته لكافة الإمدادات المنقذة للأرواح والخدمات المنقذة للأرواح في غزة. نحن نرحب بالجهود الدؤوبة للمنسق رفيع المستوى في المجال الإنساني وإعادة البناء وانخراطها مع الدول في المنطقة وحكومة إسرائيل لتسهيل المساعدة إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 ودعوتها لسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ممكنة لتعزيز العمليات الإنسانية. السيد الرئيس، ما شهدناه خلال الأشهر 11 الأخيرة وما زلنا نشهده، هذا يشكك في التزام العالم بالنظام القانوني الدولي الذي تم تصميمه لمنع هذه المآسي، ويدفعنا هذا الأمر إلى طرح السؤال التالي: ما جرى للبشرية في وجه هذه المعاناة البشرية غير المقبولة؟ نحتاج إلى مجلس الأمن وإلى كافة الدول الأعضاء إلى التحرك، هذا ضروري الآن بشكل خاص فيما تزداد التوترات عبر الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة. نحتاج إلى الامتثال الصارم بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. يجب إطلاق سراح كافة الرهائن من دون أي شروط. يجب حماية المدنيين ويجب تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك من خلال ضمان توفير المساعدة الإنسانية بلا عراقيل عبر غزة. نناشد أعضاء المجلس وكافة الدول الأعضاء إلى استخدام السلطة المتاحة لهم لضمان احترام القانون الدولي، مكافحة الإفلات من العقاب، والوصول إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووقف مستدام لإطلاق النار في غزة. شكرا. أشكر السيدة مسويا على هذه الإحاطة، والكلمة الآن إلى دكتور مايك رايان. تابع عصركم السيد الرئيس. مر 11 شهرا منذ بداية العنف، أكثر من 1500 شخص تعرضوا للقتل في إسرائيل، 107 من الرهائن ما زالوا محتجزين، أكثر من 40,000 شخص قتلوا في غزة وأكثر من 600 شخص قتلوا في الضفة الغربية. هذا النزاع له آثار واسعة النطاق على صحة ورفاه الناس في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بشكل عام. إن غياب التدخلات الصحية العامة الأساسية في غزة 11 شهرا أدى ذلك إلى انتشار أمراض بما في ذلك لسوء الحظ عودة شلل الأطفال. إن الحالة الأولى لشلل الأطفال تم التأكيد عليها بعد مرور 25 عاما من عدم توافر هذا المرض في فلسطين. إن الطفل البالغ 10 أشهر أبصر النور خلال وقت الحرب ولم يتلقى اللقاح الضروري. إن الأسرة الدولية بذلت جهودا حثيثة لمكافحة شلل الأطفال منذ إنشاء المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال عام 1988 وخلال إدارة حملة اللقاحات لشلل الأطفال انخفضت حالات ب 99.9%، ولكن النزاع في غزة تسبب بعودة النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال وبالتالي هدد بعكس المكتسبات التي حققناها لعقود. إن الانتشار الحالي في غزة يذكرنا بسرعة عودة الأمراض التي يمكن تفاديها في هذه المنطقة التي تقودت فيها النظم الصحية، كما يمكن أن تنتشر الأمراض الأخرى فيما يتم عرقلة القدرات الجماعية لمنع ورصد والاستجابة لهذه الأمراض. نرحب بالالتزام بالهدنات الإنسانية وتعليق أو سحب أوامر الإخلاء لتنفيذ حملات التطعيم التي ستبدأ في الأول من سبتمبر 2024 في قطاع غزة.
وخلال كل جولة من الحملة، إن وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا والشركاء سيوفرون اللقاح لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن 10 أعوام. الحملة الأولى هي مقاربة تدريجية بدءا من وسط غزة ثم جنوب غزة فشمال غزة، وكل منطقة سنغطيها لثلاثة أيام. هذا الاتفاق خير دليل على التزامنا المشترك لتجاوز العراقيل وحماية كل طفل من شلل الأطفال. نحن نشدد على أهمية أن يلتزم الجميع بهذه الالتزامات. 1.26 مليون جرعة من اللقاحات و500 من الأجهزة الضرورية لتوفير اللقاح تم تسليمها إلى غزة. خلال هذه الفترة سيتم توفير اللقاحات وسيتم توفير المعلومات الضرورية للمجتمعات المحلية حول هذه الحملة. على الأقل 90% من التغطية خلال كل جولة من الحملة ضرورية لإيقاف انتشار شلل الأطفال. بحسب خبرتنا نحن نعلم أن يوما أو يومين إضافيين غالبا ما نحتاج إليهما لضمان التغطية الكافية، وهذه الهدنات ستتيح للأطفال والأسر والعاملين في المجال الصحي للتنقل بشكل آمن لضمان توفير اللقاحات. إن سلامة كل شخص يوفر اللقاحات يجب ضمانها، إن أمنهم أمر أساسي، ونطلب من كافة الأطراف أن تضمن سلامتهم وسلامة مرافق الصحة والأطفال وأسرهم. فانتشار شلل الأطفال يحصل في إطار كارثة صحية عامة واسعة. منذ 25 من أغسطس 44% فقط من أصل 132 من المرافق الصحية تعمل، 17 من أصل 36 من المستشفيات توفر الخدمات وبذلك بشكل جزئي. إن عمل المرافق الصحية يتأثر بالضرر الحسي، غياب الوقود وعدم توافر الإمدادات الصحية وفقدان الموظفين. ابتداء من 23 من أغسطس 9 من المستشفيات المدنية العاملة وهي مستشفيات في الشمال تواجه نقص كبير في الوقود. البارحة تمكنت منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى المستشفى الإندونيسي لتسليم الوقود، في حين أن النظام الصحي يتعرض للتدهور. إن الهجمات ضد الرعاية الصحية ما زالت متواصلة. منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 22 أغسطس 2024 وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 1098 من الهجمات الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة. في غزة 492 من الهجمات أدت إلى مقتل 747 شخص وجرح 969 شخص. في الضفة الغربية منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 520 هجوما مع 23 من الوفيات و100 من الأشخاص الذين تعرضوا للجروح. إن أوامر الإخلاء تعطل توفير الرعاية الصحية وتعرض للخطر البنية التحتية للصحة وتعرقل توفير الإمدادات الأساسية. 11 من المستشفيات و17 من مرافق الرعاية الصحية و51 من النقاط الطبية تأثرت بأوامر الإخلاء. إن إغلاق 3 مراكز لإدارة سوء التغذية الحادة أيضا يعرض للخطر حياة الأطفال. على الرغم من هذه التحديات، إن منظمة الصحة العالمية مع الشركاء ما زالت توفر الرعاية الصحية على الأرض. فهنالك الطاقم الطبي الذي ما زال يعمل في غزة ويقوم بإدارة المرافق للرعاية الصحية والمستشفيات الميدانية. قرابة 242 من خدمات الرعاية الصحية الأساسية يقوم بإدارتها الشركاء. إن الإخلاء الطبي للمرضى خارج غزة ما زال أمرا محدودا، وتم إخلاء 122 مريضا منذ 7 من مايو، ومن أصل 14192 حالة للإخلاء الطبي تم السماح فقط تم إخلاء فقط 5012 شخصا منذ أكتوبر 2023.
من الضروري أيضا ضمان الإخلاء الطبي من غزة إلى الضفة الغربية، ما في ذلك القدس الشرقية، حيث المستشفيات مستعدة لتلقي المرضى، كما يمكن تيسير نقل المرضى إلى مصر والأردن وإلى دول أخرى من هناك عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. تناشد منظمة الصحة العالمية إنشاء مرافق للإخلاء الطبي، وذلك لضمان مرور المرضى عبر كافة الطرقات المحتملة، ما في ذلك رفح وكرم شالوم. إن تدمير البنية التحتية الخاصة بالمياه والإصحاح والنظافة هذه ساهمت في انتشار الأمراض المعدية. 25% من السكان يعانون من أمراض تتعلق بالمياه والإصحاح، بما في ذلك أمراض جلدية. إن الحالة في الضفة الغربية تتدهور أيضا، إن زيادة العمليات العسكرية وتقييد حركة التنقل هذه أثرت أيضا في الرعاية الصحية، وتم تدمير الطرقات بالقرب من جنين، ابن سينا ومستشفى الرازي. إن الوجود العسكري بالقرب من مستشفى الحكومي في جنين يمنع وصول المرضى إلى الرعاية الصحية. إن تعضيل خدمات الإسعاف ومنع وصول المرضى إلى المستشفيات هذا أيضا يعرض للخطر حياة من يحتاج إلى رعاية صحية طارئة. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي فيما أن النظام الصحي في غزة يتدهور بسبب هذا النزاع. إن الأسرة الدولية ينبغي أن تتحرك بسرعة لضمان الهدنات الإنسانية وضمان توفير الإمدادات الصحية الأساسية ودعم التنفيذ السريع لحملة التطعيم، ويجب أن يكون هنالك تغيير في كيفية توفير الاستجابة الإنسانية في غزة، فهذه المساعدة يجب توفيرها بشكل موسع وبسرعة كبيرة وبلا عراقيل. إن الفشل في تحقيق ذلك سيكون له آثار كارثية. لدينا مساحة محدودة لتجاوز هذه الكارثة أو لتفادي هذه الكارثة. واسمح لي السيد الرئيس بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة، نهدي الجهود التي سنبذلها للزميل الذي بذل جهودا في هذا المضمار في العراق واليمن، وهو يمثل أفضل الجهود في الأمم المتحدة، ونهدي هذه الجهود لذكرى. شكرا. أشكر دكتور راين على هذه الإحاطة. الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيان. الكلمة للمملكة المتحدة. شكرا السيد الرئيس، واسمح لي أن أشكر السيدة موسايا ودكتور رايان على الإحاطات وعلى الجهود المبذولة. إن المملكة المتحدة إلى جانب سويسرا دعت إلى عقد هذه الجلسة الإنسانية بعد سماع إنذار مقلق آخر من الأمم المتحدة، فالحالة في غزة غير معقولة وتتفاقم مع مرور كل يوم. أكثر من 100 من الرهائن ما زالوا محتجزين في غزة ويتعرضون لأروع لا يمكن تخيلها. نكرر الدعوة لحماس لإطلاق سراحهم على الفور، وأن يمنحوا للجنة الدولية للصليب الأحمر القدرة على الوصول الإنساني، والأطفال الفلسطينيون الذين يعانون أصلا يواجهون الآن تهديد انتشار شلل الأطفال بسبب تدهور خدمات المياه والإصحاح وانتشار سوء التغذية وخطر الجوع في غزة. طفل يبلغ من العمر 10 أشهر تشلل أو يعاني من الشلل بسبب هذا المرض، وهي الحالة الأولى منذ 25 عاما. هذه مأساة كان يمكن تفاديها. كما سمعنا تنوي الأمم المتحدة أن توفر اللقاحات في بداية نهاية هذا الأسبوع، ونرحب بقوة بموافقة إسرائيل على الهدنات في العمليات العسكرية لكي تتمكن منظمة الصحة العالمية والوكالات الصحية أن توفر حملة فعالة وآمنة. يجب أن ينفذ ذلك على أرض الواقع، وهذه الهدنات يجب أن تكون طويلة ما فيه الكفاية لضمان توفير تغطية ب 90%. عندما بدأت الحملة is causing more chaos.
أهلا بكم مجددا. من أمن العقوبة أساء الأدب، جملة تطلق على كل من يتجاوز حدود القانون والنظام دون الخوف أو الخشية مما قد يردعه. وفي ظل الدعم الغربي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتمريره دون عقاب، تشجعت تل أبيب على التصعيد في الضفة الغربية المحتلة بعملية عسكرية مفاجئة تشير إلى أن هجمات المستوطنين على مدار الأشهر الأخيرة والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستيطان كانت تمهيدا لتطبيق خطة الحسم المزعومة التي يتبناها اليمين المتطرف لتكريس المشروع الاستيطاني ولفرض واقع جديد على الأرض يحول دون إقامة الدولة الفلسطينية. لمناقشة الوضع في الضفة الغربية وجرائم المستوطنين، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا من القاهرة الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن واشنطن جاي روبن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. كما ينضم إلينا أيضا ولكن من رام الله الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال ومدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين، ومن عمان الدكتور خالد شنايكات المحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. إذن أبدأ معك دكتور أحمد، يعني الآن هذا التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وهذه الممارسات الوحشية التي يعني تشبه كثيرا ما يحدث في غزة من قبل جيش الاحتلال تجاه أبناء الضفة في هذه المرة، هل بالفعل تشي بمحاولة جديدة لتكرار سيناريو غزة ولكن في الضفة الغربية استعدادا لتوسع دولة إسرائيل مستقبلا، وخاصة بعدما ذكره المرشح الجمهوري دونالد ترامب في إحدى كلماته عندما قال بأن إسرائيل ليس لها الحجم الكافي، إسرائيل صغيرة جدا، نريد أن تكون أكبر من ذلك وأن تتوسع؟ يعني بعد تحية لحضرتك وللضيوف الكبار وللمشاهدين، يعني بداية هذا التصريح هزلي لأن إسرائيل لا تستطيع حماية حدودها الحالية. الأراضي الإسرائيلية تقلصت من الشمال والجنوب، نزح عنها بعض السكان، فكيف تفكر في التوسع؟ كيف تفكر في التوسع الذي يهدد استقرار المنطقة؟ ما حدث في الضفة الغربية من استهداف للمخيمات، أوامر بالإخلاء في الطريق إلى المخيمات، يدل على المسكوت عنه في المواجهة أمام الفلسطينيين في غزة. مسكوت عنه الهدف الذي لم يعلن عنه صراحة من بين أهداف الحرب نتنياهو هو ترحيل السكان، ترحيل جماعي للسكان، تقليل عدد السكان حسب المصطلحات الإسرائيلية. من المدهش في مجلس الأمن كما نقلتم منذ دقائق أن يتحدث المتحدث البريطاني عن الأسرى الإسرائيليين قبل معاناة الملايين من الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة، قبل أن يتحدث عن الاحتلال الذي هو أصل المشكلة، عن قطعان المستوطنين، ويغض الطرف عن 7 أكتوبر الأوكرانية. إذا كنت ضد 7 أكتوبر الفلسطينية فلماذا تدعم 7 أكتوبر الأوكرانية وأعني بها الدخول لحدود وأراضي الدولة الروسية؟ نعم. طيب أتوجه إليك سيد جايل، أرحب بك مجددا. الآن الموقف الأمريكي متهم بأنه موقف منحاز بالطبع ومتناقض إلى أبعد مدى أيضا فيما يتعلق بالتفاوت الكبير والتناقض الكبير بين التصريحات الأمريكية وبين ما يحدث على الأرض، حتى أن بعض المراقبين والخبراء يرون بأن نتنياهو ما هو إلا واجهة للسياسة الأمريكية، ليس إلا، يعني إلى أي مدى تفسر هذا التناقض؟
أولا إنه لمن رائع أن أكون معك، ولقد جئت بأمر ليس مفاجأة إن إسرائيل دعم أن الولايات المتحدة دعم إسرائيل، لطالما كانت إسرائيل حليفا لنا، وأيضا نحن ندعم السلطة الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول في المنطقة. لهذا إن الولايات المتحدة تحاول أن تعمل الآن مع الحلفاء مثل قطر ومصر لمحاولة إيجاد سبيل للوصول إلى وقف إطلاق النار. سيكون هذا مثاليا لأجل حماس إن تقوم بإطلاق سراح المحتجزين، ولأجل أن يحدث وقف إطلاق النار في غزة وأن يحل السلام للشعب الفلسطيني. هذا كانت الولايات المتحدة من أوائل الذين وفروا المساعدة الإنسانية للناس في غزة، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة وسياستها هي أساس داعمة للفلسطينيين والأمن إسرائيل، وفي مواجهة مجموعة من منظمة إرهابية كحماس قد بدأت في هذا الفعل في 7 من أكتوبر ورفضت أن تعيد إطلاق سراح المحتجزين. نعم، يعني إذن تتحدث من خلال وجهة النظر بأن حركة المقاومة حماس هي حركة إرهابية، وبالتالي فلهذا ترون بأن الانحياز الأمريكي هو أمر يعتبر منطقيا إلى حد ما. أرحب بضيفي الكريم من عمان دكتور خالد شنايكات المحلل السياسي. دكتور خالد، الآن ترى وجهة النظر الأمريكية والتي أصبحت معلنة بالشكل الكافي لتفسير الموقف الأمريكي المتناقض والمنحاز بشدة إلى الجانب الإسرائيلي، هذا التطور الكبير في الضفة الغربية، كيف تقرأ في هذه الحالة؟ وإلى أي مدى الدعم الأمريكي لهذه الخطوة في الضفة الغربية قد يشكل فارقا في المستقبل القريب والبعيد أيضا؟ تحياتي لك وتحياتي للضيوف الكرام وأيضا للمشاهدين. الحقيقة الموقف الأمريكي من وجهة نظري غير متناقض، الموقف الأمريكي متماسك، هو ثابت في دعمه لإسرائيل سواء في الحرب أو في السلام. حينما كانت لم تكن حرب وأراد أن تكون إسرائيل جزء أساسي من المنطقة عبر اتفاقيات متعددة مع دول المنطقة بدون استثناء، حينما دخلت إسرائيل في الحرب أعطيت الأولوية لحماية الأمن الإسرائيلي، ولهذا تدخلت السفن والبوارج الأمريكية لحماية توفير الحماية أو الأمن لإسرائيل، وأيضا إمدادات السلاح غير المحدودة والتي تجاوزت بألاف الأطنان من الأسلحة. والقضية الأخرى على مستوى الدعم السياسي، لاحظنا بقرارات مجلس الأمن الدولي عطل أكثر من قرار، حتى قرار محكمة الجنائية الدولية حينما كان هناك بوادر لاتخاذ قرار باعتقال القادة الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الحرب، وقفت الولايات المتحدة بقوة طبعا بالتشارك مع حلفائها. الموقف الأمريكي من وجهة نظري لم يتغير، هو مبني على التفوق الإسرائيلي في المنطقة وهو مستمر بدون انقطاع وبدون توقف. إنما الذي يحدث حتى فيما يتعلق بما وجهة النظر الإسرائيلية اللي هي الدولة الفلسطينية هي صراحة غير واضحة أو مفهوم غير واضح، وحتى رغم الحديث البلاغي والإعلامي عن الدولة الفلسطينية فإنه على الأقل منذ إدارة بوش الإبن 2005 التي تبنت حل الدولة الفلسطينية لم يجري تقدم حقيقي في الأمر، بالعكس توسعت المستوطنات في الضفة الغربية وزادت الحواجز، وشاهدنا أيضا اعتداءات المستوطنين سواء على السكان أو حتى اجتياحات أيضا للمقدسات للمسجد الأقصى وغير ذلك. الآن العملية العسكرية التي تجري في الضفة من قبل الجيش الإسرائيلي، أعتقد أن وجهة النظر الأمريكية في هذا الموضوع هو الخوف من خروج الأمر إلى حالة من عدم الاستقرار للمنطقة، لهذا هي تفضل صراحة إشاعة جو من الاستقرار والتهدئة لضمان أولا الأمن الإسرائيلي، ولضمان لأنه سياسة الوضع الراهن أي الحفاظ على الاستقرار ربما السياسة المثلى التي ترغب الولايات المتحدة فيها، طبعا مع بعض الخطوات المحسوبة والمحدودة فيما يتعلق بفرض عقوبات على بعض قادة المستوطنين وهي محدودة، وأيضا
انتقاد لتوسع الاستيطان بدون إجراءات فعلية على أرض الواقع لوقف هذا الاستيطان، وبدون أيضا إجراءات من جهة ثانية للدفع بحق تقرير المصير للفلسطينيين. نعم. طيب الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال ومدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين، أرحب بك. الآن نحن أمام 147 مستوطنة و800 ألف مستوطن يقودون السلطة الفلسطينية. كيف ترى في هذه الحالة الوضع الذي يجب أن يكون في الفترة المقبلة، والموقف الذي يجب أن تتخذه السلطة الفلسطينية وأيضا الفصائل الفلسطينية كافة فيما يتعلق بوحدة الداخل؟ يعني الوضع صعب عندنا في الضفة، وأساسا احنا قلنا سابقا منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر أنه المشروع الصهيوني موجه أساسا للضفة الغربية، والجبهة العسكرية الإسرائيلية مفتوحة كانت على الضفة الغربية قبل أحداث 7 من أكتوبر، والدليل على ذلك أنه إسرائيل تهدف أساسا لتقويض مشروع الدولة الفلسطينية اللي بتقودها منظمة التحرير، واستغلت أحداث 7 أكتوبر لتقيم مزيد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية واقتلاع الأرض والإنسان فيها سبيل تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. ونحن كتبنا كحملة أكاديمية تقرير ورفعناه إلى المؤسسات الأممية ومؤسسات صنع القرار الفلسطينية أنه خلال حتى الشهرين الماضيين لو غولت إسرائيل في الضفة الغربية، خاصة بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وخاصة أيضا بعد قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بخصوص مسألة إسرائيل، أنه تقوم إسرائيل كثيرا في مسألة هدم وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية السياسية. ونريد أن نعود للحديث في هذا الأمر مجددا دكتور رمزي، ولكن قبل أن نستكمل هذا الحديث نود أن نتابع معا هذا تقرير من القدس المحتلة وزميلة دانا أبو شمسية، ثم نتابع الحديث مرة أخرى. لطالما شكلت القدس لنتنياهو خشبة الخلاص من مستقبل سياسي مزر ينتظره ما إن وضعت الحرب على غزة أوزارها، فينشر سمومه هو ووزرائه بزيادة استيطان. كنا نعمل على إعداد تقرير يفصل اعتداءات المستوطنين على المقدسيين بزيادة استيطانية تنتشر فأصبحنا من ناقلي خبر إلى الخبر بحد ذاته، عربدة واعتداءات وجمل تحريضية استمدها مستوطنو القدس من تصريحات كبار وزرائهم وساستهم، مستغلين غياب قانون رادع يلجم اعتداءات المستوطنين التي تنوعت أشكالها من تعد على الصحفيين إلى عنف وتعنت ضد المصلين وأصحاب الأراضي، بل طالت سرقة المحاصيل الزراعية وغيرها. الشارع الإسرائيلي برمته الآن اتجه إلى أقصى اليمين، وبالتالي مدينة القدس بالنسبة لهم أصلا هي ليست منطقة محتلة كما يراها القانون الدولي. المستوطنات في القدس الشرقية والتي يزيد عدد سكانها الآن عن 240 ألف مستوطن بالنسبة للإسرائيليين هم مواطنون إسرائيليون يعيشون في حارات إسرائيلية في العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل، وبالتالي هم لا يرون في ذلك أي ضير ولا يرون في ذلك أي شيء سلبي، وإنما يتعاملون معه كإجراء طبيعي وفرض سيادة إسرائيل في مدينة القدس التي يعتبرونها عاصمتهم الأبدية. موجة استيطان عاتية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، روجت إسرائيل لها خلال أشهر الحرب الوحشية المتواصلة على قطاع غزة من خلال خطط إنشاء مستوطنات في القدس ببناء قرابة 3000 وحدة استيطانية جديدة، محاصرة بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية وجدار فصل عنصري حولتها إلى ما يشبه السجون. كل المجتمع الإسرائيلي وكل الأحزاب الإسرائيلية تجمع على أنه يجب تغيير هوية القدس، وأن هذا المسجد الأقصى هو يجب أن يكون معبد، لكنهم يختلفون على التوقيت والكيفية، فبعضهم يحاول تأجيل أو وسائل دبلوماسية أو عن طرق يعني الاتفاقيات،
ولكن الأغلبية من الشعب الإسرائيلي تعمل على الطرد والتهجير، ولذلك دولة أبرتهايد تعمل على يعني قهر الناس ودفع الناس للرحيل عن طريق الهدم وتنغيص وتصعيب الحياة، لأن كل المجتمع الإسرائيلي وخاصة المستوطنين وحكومة الاحتلال تخلق بيئة طاردة للمقدسيين لتغيير الوضع في مدينة القدس وما يسمى بالسيادة والسيطرة على القدس. 17 مخططا هيكليا للمستوطنين في شرقي القدس بواقع 8434 وحدة استيطانية سارعت اللجنة اللوائية للمصادقة عليها بعدة مراحل تسعى خلالها إلى تطويق البلدات المقدسية بالشوارع الاستيطانية والمستعمرات داخل الأحياء العربية، ومن ثم سياسة الاختراق بالبناء الاستيطاني والانتقال إلى مرحلة التشتيت بتحويل كل بلدة في شرقي القدس إلى حي ضمن المستوطنات الإسرائيلية. وهذا ما تسعى إلى تطبيقه ليس فقط المؤسسة الرسمية بل الجمعيات الاستيطانية الناشطة في الاستيطان. من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. شكرا جزيلا لمراسلتنا في القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية على هذا التقرير الكاشف والواضح للغاية فيما يتعلق بما يحدث على الأرض في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد دكتور أحمد عودرا، كنت سوف أعود لك ولكن أريد أن أتوجه إليك سيد جايل. هذا التقرير كان يبرز ويوضح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وأيضا مدى المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون والدوليون أيضا في الأراضي المحتلة والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون. ومع ذلك يعني أنت ذكرت حركات المقاومة بأنها حركات إرهابية، يعني لسنا بصدد مناقشة هذه المفاهيم وما هي قناعتك أيضا، ولكن نحن الآن نتساءل عن الدعم الأمريكي لهذه المشاهد، يعني ماذا يعني؟ أود أن أكون واضحا هنا، إنه من غير المقبول تماما أن يتعرض للصحفيين من قبل أو يتعرضوا لأي هجوم من قبل المستوطنين أو من قبل الجيش الإسرائيلي. بالطبع أنا لا أؤيد هذا تماما، هذا أعتقد أن لا أحد يجب أن يقبل هذا، ولكن هناك بعض الحوادث التي تحدث. ولكن ما هو مقلق للغاية الآن هو هذا هي الهجمات من قبل المستوطنين، وأعتقد أن جميعا رأينا زيادة في هذا العنف من قبل المستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية على مدار الأعوام والشهور السابقة من قبل الحكومة اليمنية المتطرفة مثل بن غفير والذي يقوم بدعم الشرطة على هذا الأمر، وهذا أمر مقلق للغاية. بعض الردود من إدارة بايدن جاءت تقول أنه بالأمس حتى أن مجموعات من المستوطنين تم تصنيفهم وقد وقع عليهم بعض العقوبات لهذه الأعمال من قبل الحكومة الأمريكية، وأيضا سيتم إضافة هذه العقوبات حين تستمر هذه الأفعال. نعم، هذه هي سياسة الولايات المتحدة. إن بالطبع إننا معروف أننا نقوم بدعم حل الدولتين، وهذا هذا لا يؤدي فقط إلى المعاناة. الوقت محدود للغاية، يعني نشكرك على هذه الإجابة. دكتور أحمد، الآن نرى بأن هذا التصعيد في الضفة الغربية يتزامن مع أحاديث عن هدن ومفاوضات وإطلاق سراح محتجزين وما إلى ذلك. إلى أي مدى يعتبر هذا الهجوم من قبل المستوطنين وهذه المحاولات للتوسع الاستيطاني والممارسات من قبل جيش الاحتلال في الضفة الغربية يعتبرون عائقا أمام إتمام هذه الصفقات؟ يكون هناك إجابة عليه لدى واشنطن بصفتها الأكثر تأثيرا على تل أبيب وعلى نتنياهو. من الذي أتى لمن؟ في الصور التي نشاهدها على الشاشة هناك قطعان للمستوطنين يأتون ويدمرون ممتلكات الفلسطينيين، يأتون إلى محلتهم وأماكن رزقهم لكي يدمروها، لكي يعتدوا عليه. في المقابل الفلسطيني يدافع بمكنسة أو ما تيسر له عن ممتلكات.
هنا نتحدث عن الضفة الغربية التي بها تنسيق أمني مع الجانب الإسرائيلي، مع الضفة الغربية التي بها السلطة الفلسطينية التي قابلت مسار أوسلو ولا يوجد محتجزين أو أسرى. فبالتالي يجب على الجانب الأمريكي بصفته قوة عظمى ألا يستهدف بالعقوبات مستوطن هنا أو هناك، يتحدث عن من يقود إسرائيل ويقول له كف عن هذه السياسات. بن جفير وسموتريتش ليسوا من اليمين ولا أقصى اليمين ولا هامش اليمين، هم عصابات تعمل تحت الأرض وفق القانون الإسرائيلي، تولوا وزارات وأصبحوا بعد أن كانوا ملاحقين من أجهزة الأمن الإسرائيلية مسؤولين عن هذه الأجهزة. نعم. طيب يعني في حالة أن يتم بالفعل انفجار هذا المشهد المرشح بالفعل للانفجار، دكتور رمزي، في الضفة الغربية، ما هو العمل، خاصة أن هناك محاولة من قبل الجانب الإسرائيلي لاستصدار بعض التشريعات المتعلقة بالتوسع الاستيطاني؟ في هذه الحالة ماذا يمكن أن يحدث؟ يعني هم بالأساس غيروا تشريع شارون اللي بيحكي عن فك الارتباط مع مستوطنات شمال الضفة الغربية، واستبدلوه بأنه لا، ما زال الارتباط موجود، وهذا مقدمة كانت عدة أشهر، كان ذلك كان مقدمة لمزيد من خطوات الاستيطان في شمال الضفة الغربية. اليوم نحكيش عن اجتياحات، احنا اليوم نحكي عن إعادة احتلال قطاع غزة، إعادة احتلال شمال الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال، بنحكي عن إلغاء أو طمس فكرة حل الدولتين وإلغاء حل أوسلو، وهو ما كتبناه بحكومة اليمين الإسرائيلية. الخيارات محدودة أيضا أمام السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب ميزان القوة، يعني أولا وأخيرا بسبب رفض المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية نموذج غزة إلى الضفة الغربية، لأننا كلنا نعتقد ونؤمن بأن إسرائيل تسعى إلى توريطنا أكثر وأكثر في صراعات هدفها في الأساس هي تدمير المخدرات الفلسطينية وطرد وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين إلى الأردن وغيرها من المناطق، وهذا فعلا ما حدث في قطاع غزة. نعم. اليوم كما قلت الخيارات محدودة، لكن أفضل خيار هو التنسيق العربي الفلسطيني من أجل رفع قضية أو قضايا في مجلس الأمن، شكاوي، اتخاذ إجراءات ملزمة من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن لوقف هذا الاحتلال. نعم. وإدانة من جميع الدول العربية والأجنبية. يعني نعم. اليوم في تصريحات مقدمة لبوريل وهذا جيد، لجوتيرش أيضا، لكن يجب أن يكون يعني مستوى أكبر القوات الإسرائيلية في شمال الضفة. نعم دكتور رمزي، الآن هذا الحراك وهذه الحالة في الضفة الغربية وما يحدث في الضفة الغربية حقيقة دكتور خالد ينعكس أيضا ويلقي بظلاله على الأردن بشكل أو آخر وبشكل غير مباشر أيضا من وجهة نظرك، كيف يستعد الأردن لهذه المرحلة، وكيف أيضا يمكن أن تكون الخيارات المطروحة أمام الأردن؟ سيدتي، قبل أن أجيب، واضح أنه في تغير كبير داخل إسرائيل. التغير كان ينظر لاتفاقيات أوسلو للسلطة الفلسطينية كجزء من حماية الأمن الإسرائيلي، وهذا كان موجود عند الإسرائيليين. الآن التغير اللي حدث من وصول بن كفير وسوميتريتش أصبح يرى بالسلطة الفلسطينية عقبة، وأنه آن الفرصة لإجراء تغيير جوهري على ما يحدث في الضفة الغربية. ويبدو أن هذا الصراع تحديدا بينهم وبين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. أما بالنسبة للموقف الأردني على الأقل، وهو الموقف المعلن أن الأردن يدعو لحل الدولتين وأنه الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية، مع العلم يعني النمو الاستيطاني نما بشكل كبير داخل الضفة الغربية، وهناك حقيقة تحديات كبيرة تتعلق بتأسيس الدولة الفلسطينية. وأعتقد أنه سواء كان من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين في إسرائيل مرورا بالوسط، طبعا لا يوجد من يتحدث عن دولة فلسطينية، أقصد داخل إسرائيل. يبقى الآن الخطورة بأن ما يحدث في الضفة الغربية
وأن يتحول إلى تهجير حقيقي، تدمير البنى التحتية، انعدام الحياة كما حدث في غزة، وبالتالي حدوث موجات من الهجرة. هذا الأردن يعتبر على لسان وزير خارجي الأردن هو بمثابة إعلان حرب عليه، وبالتالي كل الإجراءات الدبلوماسية والعمل اللي بتقوده السياسة الخارجية هي تذهب للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة، للدول المعنية عربية أو غيره، لمحاولة أخذ الاحتياطات، لأننا قد نذهب إلى حالة غير معروفة ومجهولة، خشية أن يحدث انفلات ما. طيب دكتور أحمد، بالنسبة لمصر، لطالما حضرت مصر من تفجر الأوضاع سواء في الأراضي المحتلة، أيضا ما يحدث في غزة، أيضا حضرت مصر من التصعيد إقليميا، ولكن نرى أن الأحداث تتصاعد، يعني كيف يمكن أن تعمل الرؤية المصرية إذا ما طبقت على الحد من كل هذه الحالة من الشحن والفوضى؟ مصر حصدت منذ ديسمبر 2022 حينما أتت حكومة الخراب الحالية وتولت الحكم في إسرائيل من مغبة هذه السياسات وخطورتها على استقرار المنطقة. أعتقد أن المسار على المستوى التكتيكي القريب المدى هو الوصول إلى الدفعة الثامنة تحت رعاية مصرية، تم الإفراج عن محتجزين وأسرى من كلا الجانبين، كما هناك نساء وأطفال لدى المقاومة، هناك في المعتقلات منذ سنوات أطفال ونساء في سجون الاحتلال. على المستوى البعيد يجب أن يكون هناك أفق لدولة فلسطينية، مسار يمكن أن ينهي هذه المذابح ويوقف هذا الشطط وهذا العدوان الذي وصل إلى حدود فاشية غير مسبوقة أمام عالم منافق يتحدث بشكل مختلف عما يتحدث به بالنسبة لأوكرانيا وواقعة أوكرانيا. نعم، طيب بالنسبة للوضع الحالي وهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، يعني كيف ترى دكتور رمزي أن تكون الأسباب الحقيقية وراء هذا؟ هل هو محاولة لقطع الطريق أمام انتفاضة ثالثة؟ أم لماذا تقوم إسرائيل بهذه الممارسات في هذا التوقيت؟ يعني أول قضية، هو ليس مفاجئ بالمناسبة. إسرائيل هددت منذ أكثر من 6 شهور باجتياح مناطق الشمال وإعادة احتلالها، بل يعني كان هناك بعض التهديدات على ألسنة وزراء الحرب في إسرائيل في المخيم عن بكرة تخبيب. اليوم الذي حدث أنه الجبهة العسكرية في غزة هدأت نوعا ما بالنسبة لإسرائيل، يعني فبالتالي سحبت إسرائيل قوة جيدة، من قوة لها حوالي نصف الفرق اللي كانت وضعيتهم في غزة سحبتهم إلى مناطق الشمال وإلى الضفة الغربية. اليوم في عندنا 120 ألف جندي تقريبا إسرائيلي موجود في الضفة الغربية، بالتالي لها قدرة أكثر على المناورة العسكرية وعلى تحقيق أهدافها، أهدافها معلنة أيضا. يعني اليوم إسرائيل بتقوم في سلوكها السياسي والأمني بشكل معلن أمام العالم كله، وتتحدى كل العالم، تقول أنه لا يوجد دولة فلسطينية، ويجب مستوطنين في الضفة الغربية ممكن. وهذا التسريب كان مؤخرا على لسان سموتريتش في 12 آب، يعني أعلن وقال سوف تقوم بالمستحيل لا سمح الله بعدم قيام دولة فلسطينية، هكذا قال. وأيضا التطهير العرقي وتهجير السكان الفلسطينيين إلى الأردن، وتحدثوا عن الوطن البديل بطريقة مخفية ولكنها مفهوم. انتقال سريع إلى واشنطن والسيد جايل روبن حتى نختتم هذه الحلقة. سيد جايل، الآن إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية معنية بأمن إسرائيل ومصالح إسرائيل وتعتبر هي الحامي الأول والدعم الأول لها، ألا ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يحدث في الأراضي المحتلة وهذا التصعيد أيضا في الضفة الغربية من شأنه أن يقوض مساعي السلام في المنطقة وأن يعرض أمن إسرائيل في حد ذاتها للخطر؟
أعتقد أن الولايات المتحدة لطالما كانت تنظر أو إدارة بايدن ينظر دوما للوصول إلى وقف إطلاق النار للعمل على هذا المسار السلمي والوصول إلى حل الدولتين. أنا بالطبع لدي قلق بالغ حول الأفعال الإسرائيلية في الضفة الغربية. أعتقد أن هذا يضر هذه الأهداف. وأيضا يجب أن أقول أن حماس قد قامت أيضا ببعض الهجمات الإرهابية، وهناك في الضفة الغربية هناك خليط ما. يجب أن أقول أن الضفة الغربية المستوطنين هناك هم بالطبع مشكلة كبيرة لدى نتنياهو، وسيكون من الصعب للغاية ألا يستمر في دعمهم سياسيا. ولهذا إن الولايات المتحدة يجب أن تقوم ببعض الإجراءات الشديدة لمحاولة دعم هذا المسار السياسي الذي سوف يصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار. لذلك نعم، نحن قلقين للغاية حول هذا الأمر، لكن نظن أن الولايات المتحدة سوف تدع إسرائيل تفعل هذا. نحن لنا التزام لدعم هذه العملية السلمية التي سوف تؤدي في النهاية إلى حل دولتين، وسيعيش الفلسطينيين في أمن وأمان بجانب إسرائيل. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام. كان معي من القاهرة الدكتور أحمد فؤاد أنور، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن واشنطن السيد جاي روبن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. ومن رام الله كان معي الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، وأيضا مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين. من عمان الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي. إذن مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج الشرق الأوسط. نلتقي في تمام العاشرة الخميس القادم بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي، كنت معكم وإنا فنان.